طويله ما يجاوبني، انا يعني صار كثير زعلانه ابد ما يعرف لا عنده بنيه ولا مره ولا يجي ولا يسال نهائيا. تشهد محافظة صلاح الدين في الآونة الأخيرة ارتفاعا في نسب الطلاق. محكمة أحوال سامراء وحدها سجلت أكثر من 600 حالة طلاق، فيما سجلت المحكمة أيضا ارتفاعا كبيرا في معدلات الزواج التي وصلت إلى أكثر من 2000 حالة خلال الخمسة أشهر الماضية. في البداية نرحب بقناة التغيير ونشكرهم جزيل الشكر على هذه الزيارة إلى دار القضاء في سامراء. موضوع الطلاق موضوع مهم جدا والمحكمة تتعامل معه بصورة إيجابية وتوليه الأهمية والوقت الكافي، بحيث لا تصل المحكمة إلى إصدار حكمها بتصديق الطلاق أو بإيقاع الطلاق حتى تستنفذ جميع الطرق وتقدم النصح والإرشاد للطرفين، بداية من الباحث الاجتماعي وانتهاء بجلسات المرافعة، وتلجأ مرات إلى المحكمين وحكام من أهل الطرفين ولإصلاح ذات البين. وإذا ما وجدت المحكمة أن الحياة الزوجية وصلت إلى طريق مسدود وأن الخلافات بين الزوجين ترتقي إلى مرتبة إنهاء الحياة الزوجية، فالمحكمة تضطر إلى إنهاء الرابطة الزوجية بإيقاع الطلاق أو التفريق حسب القانون. كاميرا التغيير التقت بوسام صاحب 23 عاما والذي أتى إلى محكمة أحوال سامراء من أجل رفع دعوة مطاوعة لزوجته التي تريد الطلاق منه، والذي اتهم أهلها بالتفريق بينهم رغم توفير الأجواء الملائمة لها. أنا حاليا رافع قضية مطاوعة على زوجتي لأنه رحت عليها أكثر من مرة، طلبت الطلاق من عندي الانفصال، ورحت عليها أكثر من مرة أنه دا ترجع وما دا تقبل، فصار الأمر يم القضاء رغم توفير المسكن وعدم تقصير من جانبي نهائيا، بالإضافة أنه أكثر من مرة حاولت ترجاحها يعني عن طريق أهلها، لكن أكو رفض من جانب الأهل. باحثون اجتماعيون ومحامون عزوا ارتفاع معدلات الطلاق في الآونة الأخيرة إلى تدني الحالة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها أسر محافظة صلاح الدين منذ أحداث حزيران من عام 2014. إذا تعامل بها حالة الطلاق يعني دا نقلص من هذا، نخفف من الدعاوى، دا ننطي مرات حقيقة يعني مرات ننطي مواعيد يعني شوية نبعد بعيد، أحاول يعني أجل الدعوة، حاول يعني تأجيلها للإصلاح ذات البين. الحالات اللي ده توصل للمحكمة يعني شبه محسومة، يعني نحاول أنه على الصلح وكذا، ولكن مع الأسف ما نوصل لأي نتيجة يعني أكثر المرات. أسباب الطلاق متنوعة كثيرة، ولكن السبب الرئيسي هو في التدخلات الخارجية من قبل أهل الزوج وأهل الزوجة. وتسجل المحاكم العراقية حالات الطلاق بأرقام مخيفة، الأمر الذي يتطلب الوقوف على المشاكل المجتمعية بصورة عاجلة غير آجلة. من سامراء محمد السامرائي، قناة التغيير.